شباب اكو سالفه محيرتني، اذا العالم ما عنده ثقه بالمنتج الصيني اشو الشارع متروس سيارات صينيه. طبعا سالفه محيره ويراد لها قعده طويله وشاي بقويه. طبعا شنو خلاني اسوي هالحلقه؟ بصراحه ذاك اليوم طلعت المقر عملي من بيتي، المقر عملي استغرق بالسياره بحدود ال 20 دقيقه. فاثناء جوالي بالمدينه هوايه لاحظت سيارات صينيه، فقلت خلي احسب السيارات اللي اشوفها. يعني خلال 20 دقيقه حسبت فوق ال 25 سياره وبها ماركات مختلفه طبعا، بس احد الماركات كانت طاغيه على الكل. انا ما راح اذكر الماركه، يعني احنا ما نشجع ماركه ضد اخرى، لكنه ربات السالفه ممكن نقول السيارات الصينيه قاعد تنتشر وبشكل تصاعدي، يوم على يوم يزداد عددها. زين شنو اللي يخلي الناس والجمهور يتوجهون لشراء السيارات الصينيه؟ بعدين لما ترجع للنت تلقى تشوف الجروبات مال فيسبوك او تشوف الناس اللي يعلقون، اغلب الناس قاعد تتنمر على السيارات الصينيه على الاقل اذا جاز الحديث، او ما عندهم ثقه بالمنتج الصيني. زين اذا ما عندهم ثقه بالمنتج الصيني، هل كميات الضخمه من السيارات اللي نشوفها تنضخ بالسوق من الوكلاء مال الصيني شلون تنباع ومن يشتريها؟ فهاي سالفه يراد لها تفكير وعدها مجموعه من الاسباب راح اجي على ذكرها خلال الحلقه هاي. شكرا. وهذا الشاي هم وصل، يلا حتى نكمل سالفتنا. شاي ثاني هنا. بما انه الشاي وصل خلينا نكمل سالفتنا. السيارات الصينيه ليش انتشرت بالاونه الاخيره خاصه بالسنه الاخيره 2022؟ طبعا انا حاكي هذا الموضوع قبل اكثر من سنه، تتذكرون اذا تذكرون الفيديوهات السابقه قبل اكثر من سنه قلت لكم شحه الانتاج عالميا وقله المعروض امام الطلب راح يولد ازمه، لكن الصناع الصينيين نشوف ما عندهم شحه انتاج، بالعكس قاعد يغرقون الاسواق بالمنتجات والطرازات الجديده يوم بعد يوم. فهذا عامل اساسي خلى السيارات الصينيه تنتشر. فنشوف في حين بعض الوكلاء والماركات الاخرى عندهم شحه بالانتاج، شحه بالطرازات، اكو طرازات اصلا لازم تحجز عليها وورا كم شهر توصل، بينما الصينيين لا ما شاء الله تشوف مغرقين الاسواق بالمنتج، واي وقت تروح للوكيل عنده السياره المطلوبه وعنده اكثر من طراز واكثر من لون. هذا التوفر او الوفره اللي حققوها الوكلاء مال الماركات الصينيه كان سبب احد الاسباب الاساسيه انه تخلي السيارات الصينيه تنتشر بالشارع. النقطه الثانيه اللي خلت السيارات الصينيه تنتشر بالشارع هي النقطه اللي يلعبون عليها الصينيين من البدايه، اللي هي القيمه مقابل السعر. يعني نشوف الصينيين يقدمون مواصفات امان ويقدمون مواصفات رفاهيه في الطرازات مالتهم ما تلقاها الا في طرازات اوروبيه غاليه او في طرازات يابانيه عليا كلش غاليه. فهنا هاي النقطة الأساسية اللي لعبوا عليها الصينيين من البداية، وبالحقيقة جابت نتيجتها وحققت لسياراتهم شعبية جيدة بالسوق. طبعا يجوز البعض يتساءل يقول مواصفات الأمان بالسيارات الصينية شغالة؟ طبعا المواصفات مال الأمان بالطرازات الحديثة فعلا شغالة، وأنا لمست هذا الشيء أثناء تجربتي على السيارات الصينية، مواصفات الأمان كلها شغالة وكلها تحقق لك مستوى جيد من الأمان. طبعا هنا عندي بالموبايل عندي القراءات مال اليورو إنكاب والنتائج مال يورو انكاب مال سنة 2021. عندي ماركتين صينيات اللي هم لينك كو 01، هاي حققت 84%. طبعا هاي الماركتين حققوا العشر الاوائل، اللينك كو حققت 84% في اختبارات اليورو انكاب. وكذلك عندي ماركة اخرى اسمها النيو الاي اس 8، هاي ايضا حققت 83%. طبعا هاي السيارتين سيارات صينية وحققوا باليورو انكاب ضمن العشر الاوائل من حيث نتائج الامان، وتفوقوا على سيارات مثل الفولكس واجن اي دي 4 مثلا من صانع اوروبي عريق، وتفوقوا طبعا على هوايه مصنعين، تفوقوا على السيتروين، تفوقوا على الداشيا. فهنا نشوف الصينيين قاعد يطورون في جوده الانتاج، وخاصه هم لان كانوا يشتغلون ككو فينشر يعني شركاء بالصناعه ومصنعين عالميين، استفادوا من خبرات هذول المصنعين وكذلك استفادوا من علاقاتهم، قاعد يتعاملون او يسوون عقود ويا نفس المجهزين اللي يجهزون الموردين العالميين، مثلا بوش يجهزهم وكذلك دينزو يجهزهم وكذلك ايسن يجهزهم وكذلك البورغواير للتوربوات وكذلك شركه هيلا لانتاج الاضويه مال السيارات، يعني كلها شركات عالميه مرموقه في مجال صناعة السيارات، والموردين المرموقين في مجال صناعة السيارات قاعد يوردون للمصنعين الصينيين. ها كلها أدت إلى شنو؟ نشوء جيل جديد من السيارات الصينية بها جودة حقيقية وبها مواصفات أمان حقيقية. طبعا عندي من القراءات مال
يورو انكاب الجديده ايضا. اكو سياره اسمها واي كوفي 01، هاي سياره كروس اوفر، هاي سياره ايضا حققت ارقام كبيره باليورو انكاب لسنه 2022. يعني كل سنه بالسنوات الاخيره كل سنه باليورو انكاب قاعد نلقى طرازات صينيه تحقق المراتب العليا من حيث مواصفات الامان. هاي كلها دلال على تطور المنتج الصيني. فهنا صار عندك منتج متطور وبمواصفات امان جيده ومواصفات رفاهيه جيده بالاضافه الى السعر المعقول. يعني انا احدى السيارات اللي عرضتها سعرها كان 30 الى 33 الف وكان بها مواصفات امان ومواصفات رفاهيه هوايه. طبعا السياره اللي ذكرتها اللي هي الجي اي سي جي اس 8، وراح اخلي لكم الرابط مال الفيديو مال استعراض مواصفات الجي اي سي جي اس 8 وتجربه قياده مالتها في خانه وصف هذا الفيديو ايضا. بصراحه هاي السياره بسعر 30 الى 33 الف هي من فئه السيارات الكروس اوفر المتوسطه الحجم والسبع مقاعد، يعني بها مواصفات ما تجي بالفئه المدمجه من السيارات اليابانيه ذات الخمس مقاعد، يعني في فئه الفول مالتها ما تجي بها هاي المواصفات الموجوده بهاي السياره. طبعا السياره اللي انا عرضتها كانت فئه الجي تي الفور ويل درايف، ايضا هي مو فول، يعني مو الفول الفول، لا الفئه اللي تجي ورا الفول. فنشوف هنا القيمة مقابل سعر صارت قيمة حقيقية. طبعا جودة التقفيل أيضا، يعني مو كل المصنعين جودة التقفيل الصينيين قصدي مو كل المصنعين الصينيين جودة التقفيل عندهم عالية، لكن أنا المصنع اللي أنا جربته جودة التقفيل مال السيارة مالته كانت كلش عالية وممتازة، كانت فعلا قيمة مقابل سعر. عندنا السبب الآخر اللي أدى انتشار السيارات الصينية خاصة هنا عندنا بأربيل، هو أنه الوكلاء مال الماركات الصينية فتحوا البيع بالتقسيط للمواطنين. نشوف في حين باقي الوكلاء مال باقي المصنعين ما عندهم بيع بالتقسيط، لانه اصلا اكو شحه بالمنتج. يعني نرجع لنفس السبب الاول اللي هو وفره المنتج، هم الجماعه عندهم شحه بالمنتج باقي الوكلاء فماكو بيع تقسيط. بينما نشوف على الجهه الاخرى لا، الوكلاء مال الماركات الصينيه عندهم وفره بالمنتج وباعداد ممتازه ففتحوا البيع بالتقسيط للمواطنين وللموظفين، فهذا عامل مهم ادى الى انتشار السيارات الصينية خاصة بشوارع أربيل. طبعا هناك أيضا سبب آخر أحب أضيفه لسبب انتشار السيارات الصينية، التصاميم الحديثة. طبعا هسه اللي يشترون سيارات أغلبهم من الأجيال الشابة والأجيال التسعينات والألفينات، فالجيل الشاب هذا دائما يدور على الشكل الجميل وعلى التقنيات العالية وعلى الشاشات التاتش واللمس وعلى أنظمة الملاحة وعلى أنظمة الربط بالجوال، فهاي الأنظمة كلها متوفرة بالسيارات الصينية. يعني هاي السيارات الصينية فعلا تستهدف جيل الميلينيال خلينا نقول أو جيل الألفينية، فهنا الصينيين أذكياء ويعرفون الفئة المستهدفة اللي قاعد يشتغلون عليها ويشتغلون بجد وراح ينتشرون. طبعا شباب من العوامل المهمة اللي تراعيها لما تشتري سيارة صينية هي قوة الوكيل. إذا السيارة الصينية مدعمة أو الماركة اللي أنت تريد تشتريها مدعمة بوكيل قوي وعنده سمعة جيدة بالسوق ويقدم لك خدمات حقيقية ما بعد البيع كخدمة صيانة وضمان، توكل على الله واشتري سيارة. مع العلم أغلب الوكلاء الصينيين يقدمون خدمات ما بعد البيع جيدة، أغلبهم يقدمون ضمان لمدة 5 سنوات أو 6 سنوات، 150 ألف كيلو 200 ألف كيلو، حتى بهم يقدمون خدمة الضمان لمدة 1,000,000 كيلو، فخدمات الضمان مالتهم تشوفها مغرية. لكن هنا أنت لازم تبحث بشكل جيد وتشوف هذا الوكيل هل هو وكيل قوي سمعته جيدة بالسوق. يعني انت مثلا اخذت من السياره ضمان 6 سنوات، هل انت ضامن انه هذا الوكيل يستمر 6 سنوات وراح ينجح في السوق؟ هواي اكو وكلاء عندهم يعني شركات اخرى وعندهم سمعه بالسوق، فاذا شفت السياره الصينيه الوكيل مالها قوي وموفر لك اكثر من مركز خدمه ومعارض اكثر من معرض او صاله بيع، فهذا الوكيل معناته مستثمر هواي لدعم الماركه مالته، فهنا تقدر تاخذ من الوكيل بدون خوف. نجي الى النقطه الاخرى اللي هي السعر اعاده البيع مال سيارات صينيه. سعر اعاده بيع مال سيارات صينيه بالسنين السابقه ما كان جيد، لكن انا في رايي بعد انتشار السيارات بهذا الشكل واذا الوكلاء ظلوا هيجي يقدمون خدمات جيده، خدمات ما بعد البيع وضمان، اتصور هاي السيارات من اوقات راح تبني سمعه لدى المستخدمين وراح شويه سعرها يتحسن كسعر اعاده بيع، خاصة خلال ال3 سنين الجاية إن شاء الله. فليأخذ سيارة صينية خلال هالسنة أتصور ما راح يخسر هواية بعد سنتين ثلاثة إذا بيعها. طبعا إذا نجي للواقع هي أغلب الماركات تخسر لما تشتري سيارة زيرو، يعني خاصة بعد ما الدولة رفعت الجمارك والضرائب، فهنا هاي الأعباء اللي ضافتها الدولة على التاجر كلها منو يتحملها؟ يتحملها المواطن أو المشتري،
حتى سعر اللوحات يعني قبل كان أرخص صار أغلى. هاي المصاريف الإضافية كلها أنت راح تتحملها المشتري، وخاصة خلال هاي الأزمة هالفترة لما أسعار السيارات عالمياً عالية، فاللي يشتري سيارة زيرو لا يتوقع أنه بعدين يبيعها ويربح منها، لأنه احتمال بال24 أسعار السيارات راح تنزل بالتأكيد، لأنه أزمة الرقائق الإلكترونية وهواي أزمات راح يتم حلها بشكل على الأقل جزئي يعني. فهنا السعر إعادة البيع بصراحة كل السيارات لما تشتري زيرو راح تخسر من سعرها، لكنه الصيني كان عليه أقبال قليل قبل، لكنه هسه بتنامي السمعة مالتها وبانتشار بالسوق، فأتوقع لها بالمستقبل حتى سعر إعادة البيع مالتها يتحسن. طبعا هاي كانت سالفة السيارات الصينية وسبب انتشارها. إذا عجبك هيك نوع من الفيديوهات والمحتوى لا تنسى أن تدعمني بلايك، ولا تنسى أن تسوي شير للفيديو، وكذلك إذا ما مشترك ويانا اشترك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.